والذي لا يزال يقرب نفسه لنجده، ولديك ايها الاب يشفع لنا على مر الظهور باذنه. لذلك عمت الافراح المصريه واستبشر العالم بكل المسجد، والرواه العربيه بروقات الملائكه يواصلون التسبيح بتشييد المسجد الفاضل. كذلك بعد العشاء أخذ الكأس فشرب وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنه وعن كثره لمغفرة الخطايا. اسمع هذا ذكر. هذا سر الإيمان. Why not?